كثر الحديث في الآونة الأخيرة من خلال المحطات الإخبارية وكذلك المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل عن الركود والكساد الاقتصادي القادم، وخصوصا بعد انهيار وإفلاس بعض من المصارف في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسابيع الماضية. سنتحدث بتفصيل حول موضوع الركود الاقتصادي مع الخبير الاقتصادي والمحلل المالي الأستاذ وليد أبو هلال، ينضم معنا. أهلا وسهلا بك أستاذ وليد. حياكم الله، أهلا وسهلا. يعني بداية أستاذ وليد، كمصطلح اقتصادي أخبرنا ماذا نعني بالكساد أو الركود الاقتصادي؟ نعم، الركود أو الكساد الاقتصادي يعني تراجع الاقتصاد بشكل عام، أو ما يسمى بالناتج المحلي الإجمالي، وهو مجموع ما تنتجه أو ينتجه المجتمع من السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، بالغالب عام سنة كاملة. يعني الآن المفترض دائما أنه الناتج المحلي الإجمالي أو حجم الاقتصاد أن ينمو بنسب يعني مقبولة ومعترف فيها دوليا. فمثلا في الدول المتقدمة لابد أن يكون النمو سنويا لا يقل عن 3%، بينما في الدول أو الاقتصادات الناشئة يعني لا يجب أن لا يقل من 4-5% النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي أو لحجم الاقتصاد في البلاد. طبعا إذا كان تراجع النمو هذا أو أصبح في الماينس أو السالب هنا يكون واستمر لفترة يعني ربعين من السنة أو أكثر من ربعين، يعني 6 شهور إلى سنة، هنا يمكن أن نقول إنه الاقتصاد يمر بفترة ركود أو كساد. نعم. طب أستاذ وليد، يعني أخبرنا، هل فعلا العالم مقبل على مرحلة من الكساد الاقتصادي كالتي عايشناها عام 2008؟ صحيح، الاقتصاد العالمي بسنة 2021 بعد الفكاك من قضية جائحة كوفيد-19 نما بشكل جيد جدا. 2022 العام الماضي يعني تراجع النمو، هو المنتظر كما يراه المحللون وكبار الاقتصاديين في العالم والبنوك الكبيرة حقيقة والبنوك المركزية، أنه العام القادم أو العام اللي نحن فيه 2023 حينخفض النمو، يعني في بعض الدول حينزل تحت الصفر. هذا من ناحية النمو أو ما يتوقعه الاقتصاديين. من ناحية أخرى، التضخم كما تعرفين اللي اجتاح العالم منذ تقريبا عام، وما شاهدناه يعني ارتفاع كبير في نسب التضخم، بلغ في بعض الدول أكثر من 10% خصوصا الدول المتقدمة. هذا التضخم اضطر البنوك المركزية لاتخاذ سياسات متشددة، وعلى رأسها رفع أسعار الفائدة. يعني كمثال، البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وهو بنك البنوك في العالم رفع الفائدة حوالي 6 أو 7 مرات خلال أقل من عام. رفع الفائدة من شأنه أنه يكبح جماح الاستثمار ويقل النشاط الاقتصادي في أي مجتمع. من هون يعني سنجد يعني وحقيقة أنه بلشنا إحنا من الآن نلاحظ أنه الاستثمار بدأ ينخفض في معظم دول العالم، وبالتالي بدأ التراجع كنتيجة لسبب رفع أسعار الفائدة اللي قامت بها البنوك المركزية حول العالم حقيقة، ومنها حتى في الدول النامية ومنها دولنا العربية. الآن هذا بالنسبة للتضخم. الآن دخل قضية جديدة اللي أشرت إليها حضرتك، اللي هي الانهيارات اللي حصلت خلال الأيام وأسابيع الماضية لحوالي 4 بنوك في الولايات المتحدة، وبنك في سويسرا اللي هو كريديت سويس، وهو كان يعتبر رقم 1 أو 2 في سويسرا. هذه الانهيارات اللي حصلت يعني عملت انعدام أو ضعف للثقة في النظام المصرفي في العالم ككل. ولذلك يعني الظروف الثلاثة اللي ذكرتها مجتمعة
يعني تقول أنه لا محالة الكساد أو الركود قادم خلال هذا العام، يعني النصف الثاني من العام الحالي، وسيتعمق في العام 2024. نعم، طيب يعني أستاذ وليد، ما هي الآثار المتوقعة على الدول والأفراد للكساد الاقتصادي؟ إلى أين سيصل الأمر؟ يعني كما ذكرت، أنه بما أنه هناك عندما يكون كساد أو ركود اقتصادي سيضعف الاستثمار، وبالتالي أول شيء بدنا نتوقعه أنه ارتفاع المطالب، لأنه رواد الأعمال والشركات الكبيرة راح تبلش تسرح. يعني أول شيء حتتوقف على التوظيف الجديد، وبالتالي بعدها راح تبلش يعني تسرح بعض الموظفين. وحقيقة بدأنا نسمع أنه كبار يعني الشركات اللي هي خلينا نحكي تريليونية، قيمتها السوقية أكثر من تريليون دولار في الولايات المتحدة، بدأت منذ الآن بعمل خطة لتسريح عشرات الآلاف حقيقة من الموظفين. وبالتالي وينطبق على الدول المتقدمة، ينطبق طبعا على الدول النامية، لأنه الكساد ينتقل كالعدوى من الدول اللي يبدأ بالولايات المتحدة الأمريكية والدول الصناعية، ومن ثم ينتقل إلى الاقتصادات الناشئة. لذلك يعني أسوأ شيء راح يواجهه الاقتصاد أو المواطن والفرد اللي هو البطالة، هذا من ناحية. تأثيره على دولنا، نتكلم عن دول نامية، نحن يعني كما قلت أنه يعني يسري أو ينتقل الكساد من الدول المتقدمة من الدول النامية، وبالتالي تتأثر أولا مثلا الاستثمارات الأجنبية في دولنا النامية ستقل، ستضعف بسبب، لأنه يعني كما قلت أنه الشركات تنكمش على نفسها، كما ينكمش الاقتصاد، فبالتالي الشركات تنكمش على نفسها ويتوقف التوسع يعني في الاستثمار سواء داخليا وخارجيا. ولذلك ستجد أنه الاستثمار في الدول النامية ومنها دولنا العربية سيضعف من قبل الشركات المتعددة الجنسيات في العالم. قضية ثانية، الصادرات نحن كدول نامية وكدول عربية ستضعف، لأنه أصلا في ركود في العالم الصناعي زي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وحتى الصين، فبالتالي صادرات الدول النامية ستقل نتيجة لأنه يعني ما الاقتصاد في انكماش، وبالتالي الاستهلاك حينخفض والإنفاق في الدول المتقدمة. نعم. قضية أخرى اللي هي السياحة ستضعف، يعني السياحة في دولنا في دول الشرق الأوسط ودول العالم النامي زي أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا ستقل، لأنه أيضا سيتم يعني ضغط النفقات بالنسبة للمواطن ورواد الأعمال. وأخيرا العمالة المهاجرة يعني من الدول النامية إلى الدول الصناعية المتقدمة سواء في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية يعني ستتأثر، سواء دخولها أو العمل الجديد الذي ذهب للبحث عن فرص الحياة والعمل في هذه الدول الصناعية. نعم، طب أستاذ وليد، يعني أخيرا، كيف يجب على الأفراد أن يحضروا أنفسهم ابتداء من الآن لمرحلة الكساد الاقتصادي؟ هل تسمعني أستاذ وليد؟ يعني شوي راح الصوت. نعم، كنت أسأل أنه كيف يجب على الأفراد أن يحضروا أنفسهم ابتداء من الآن لمرحلة الكساد الاقتصادي؟ الكساد أو الركود، يعني لدينا حقيقة فئتين من الأفراد أو من السكان. الفئة التي الأولى اللي هي تعتمد على الوظيفة أو الراتب يعني أو المعاش، وهذه الفئة يعني لا يوجد الكثير اللي تفعله، سوى أنه يعني تغيير نمطها الاستهلاكي. فمثلا من المعروف أنه خلال فترة الركود أسعار الأصول زي العقارات والسيارات وغيرها يعني أكيد راح تتأثر بالانخفاض، بالتالي بالإمكان أنه خططنا كأفراد نعتمد على الراتب أو وظيفة، خططنا لشراء الأصول مثل السيارة أو العقار ممكن نأجلها لحين تعمق الكساد أو الركود، لأنه حيكون هناك في فرصة بالحصول على أسعار أفضل. بالنسبة للفئة الأخرى اللي هي فئة المستثمرين، بغض النظر كانوا صغار أو كبار،
بإمكانهم يعني يستفيدوا من فترة الركود هذه ما قبلها وما بعدها هو خلالها عفوا. يعني قبل الركود من المعروف أنه الاستثمار في الملاذات الآمنة يعني خلال فترة التجهيز للركود الاستثمار في الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب والفضة يكون كثير ينصح فيه ننصح فيه نحن يعني كمحللين طبيين لأنه عادة الناس خلال فترة الركود تتجه وتهرب حقيقة إلى الملاذات الآمنة وبالتالي ترتفع أسعارها بشكل كبير لذلك ممكن الفرد يستفيد من هذه القضية. القضية الأخرى اللي هي قضية التجارة أو الاستثمار في الأسهم والسندات لأنه من المعروف إنه الأسهم تنخفض بشكل حاد خلال فترات الركود وبالتالي بإمكاني أنا أني أشتري أسهم أو أستثمر بالأسهم بغض النظر وين يعني في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو حتى على مستوى الدول الأقطار المحلية يعني وبالتالي بعد الكساد أكيد حتى ارتفع لأنه تاريخيا فترات النمو كانت أكثر يعني خلال قرن من الزمان أكثر من فترات وعادة يتبع فترة الكساد فترة نمو جيدة وازدهار بإمكان المواطن والمستثمر أن يستفيد منها. شكرا جزيلا حقيقة للخبير المالي والمحلل الاقتصادي الأستاذ وليد أبو هلال على كل هذه المعلومات القيمة.